بص ده عندك كيوب طول ضلعه مثلا فرضا ان هو 50 كريت. ماشي. عايز اصغر الكلام ده، يعني ايه اصغرها؟ عايز اخليها بامر سكيل اخليها 25، هينفع؟ اكتب صغرها لي 50%. كده دي بقى مقاسها كام؟ دي صغرت 50%. اه كده مش 25 المفروض. افتح كده هتلاقي ايه؟ 50 برضه. يعني معنى كده ان امر سكيل بيصغر شكليا فقط. طب عايز صغر بالمقاس فعليا؟ ايوه. اما كده اندو كما كان. هتخش هنا هو عندك على مين؟ اه يوتيليتيز. انت معايا ولا فين؟ ماشي. هتقوله هنا ايه؟ مور. هتيجي من هنا هتلاقي عندك هنا امر اسمه ايه؟ ريسكيل. طلع؟ ماشي. تعالى هنا بيقول لك انت هتصغر السين كله ولا سيليكشن؟ لا اللي انت عايزه. خلي دي 0.5. اوكي. صغر؟ نشوف الموديفاير. طلع كام؟ 25.